انا ما بقدر اعزل الدراما والمناخ عن بعضهم. يعني في مناخ، ليش في مثلا صناع عمل بيضرب الضربة اللي هي مناخه يعني يسمح بذلك، علما بيكون في اعمال تانية. وانا ضد طبعا التبشير بانه هذا عمل عظيم وهذا عمل رائع وهذا العمل راح يكسر وراح تزبط. ما مش دائما بتزبط، لانه ما بتزبط يفضل ان الواحد ما يرفع السقف اي شيء. شو اللي فاجئك السنه؟ شو اللي يعني ما كنت متوقعتي له نجاح ساحق ونجح نجاح ساحق؟ لا، في شيء توقعت له ونجح اللي هو اولاد بديعه. توقعتي له ليه؟ اكيد لانه الشباب يامن حجلي ودكتور علي وجيه عم يكتبوا دراما صار لهم كذا سنه، دراما يعني هيك اخذين زاويه مثل ما بيقولوا، عم هيك يعني عم يكتبوا من عم يلعبوا فيها. ايه، وزاويه حلوه يعني عم ينجحوا فيها. ورشا شربتجي، ورشا لعبت دور كثير كثير حلو. الكاست رائع طبعا، في لما بتكون الكاست وال يعني في كثير عوامل بتلعب دور. وفي اعمال ثانيه كمان ضلوا طالع ذات النجاح يعني من اول بدايته لنهايته العمل. انا لاكون صريحه معك، انا اعتبرته عشاريه، انا شفت بس 10 حلقات. ليه؟ حبيت العشره. كنت بتفضلي مثلا يكون 15 حلقه ولاد بديعه؟ ابدا ما بفضل شيء، ان شاء الله يكون 120 حلقه. بس ظرف سافرت اكثر من مره فانقطعت الوتيره، بس هدول العشرة حبيتهم كثير. شو عمل فيكي مشهد البسينات؟ انا عندي بسين على فكره اسمه سانشو بالبيت. يعني لا ضايقني. قلتيه مبرر دراميا؟ هلا انا وهيدا مشهد صار عليه لغتك من هيك عم بسالك. انا ما تقبلته بصراحه. كنت بتفضلي يعني ما يكون موجود لو انت الكاتبه؟ ما بت ايه ما تقبلته. ما تقبلته، بس انه هو العمل نوعه دراما قسوه، يعني هو نوعه هيك، يعني داخلين دخلته من اول لحظه بشيء اسمه دراما القسوه. كان في شيء اسمه سينما القسوه، لانه هلا سينما يعني ما عاد يعني صار في دراما اكثر، فصار فينا نصنفها دراما القسوه.